والعام تصدموا من نسب النجاح متاع الباكليتر اللي تعتبر منخفضة مقارنة بالشعب الأخرى، باعتبار أني أنا باكليتر عندي تحليل صغير للموضوع هذا. من أهم الأسباب اللي نشوفها هي نيفو التلامذة اللي يتوجه لشعبة الآداب. فما غلطة تصير اللي في بالنا كان ما تفهمش مات، ما تفهمش سيونس، ما تفهمش فيزيك عام السنة أولى ثانوي، امشي ديريكت للاتر أتو تلقى فيها كل شيء سهل، ويقولوا لك احفظ شويه تاريخ وجغرافيا وكل، وتو تبدا تجيب في النوتات اللي حاجتك بها. لا، راهو شعبه لتر لازم تتميز فيها في اللغات، لازم يبدا عندك نيفو باهي في التحليل، كيفاش تستوعب الموضوع اللي قدامك والا النص، كيفاش بعد باش تعرف تكتب. دونك هذه حاجه مربوطه بالنيفو نتاع التلميذ اصلا في العربيه. اليوم وقت اللي تجي تشوف اكثر تقريبا تلامذة في الليسي ولا حتى طلبه في الفاك، تلقى ديما اغلاط لغويه نتاع التلميذ نورمالمون راهو حلها من سنه اولى ابتدائي والا راهو حلها من تعليم الابتدائي. فهذا يخلينا انه لازم التلميذ من الاول، من اللي قبل ما يوصل معناها للباك، قبل ما يوصل للدوزيام، قبل ما يوصل للتروازيام، يحاول انه باش يبني باز صحيحه. فلهنا وقت اللي نلقاو تلامذة متوجهين لشعبة الآداب عندهم باز باهية في اللغات، ما تمشيش وتقول النيفو متاعي متوسط في الفرنسي والانجلي، وبعد في الباك نلقاو أعداد للأسف كيما 3 و 4 و 5. أنت كتلميذ وقت اللي تقرأ في الليسي مهمتك الأساسية هي أنه تقرأ، معناها الدروس اللي بديت فيهم من الابتدائي للاعدادي للثانوي نورمالمون تكون استوعبتهم. وفي الاخر هذايا راهو مش على خاطر النوتات كهو، هذايا راهو على خاطر النيفو متاعك انت. نهار اخر باش وقت اللي تمشي تقرا في الجامعه تلقى كيفاش تكتب دي رابور، تلقى كيفاش تنجم تحل الموضوع تخدمه بصحيح. نهار اخر وقت اللي تمشي باش تلوج على خدمه يبدا عندك نيفو مطلوب، وهذا اكيد باش يحلك افاقك كلك سوا في الليسي ولا باش تاخذ شهاده الباك والا في مستقبلك. فلازمنا نبدلوا طريقه تعاملنا مع شعبه الاداء. الحق هذه الحاجه اللي سهلت لي برشا القرايه عام الباك، انه ما كنتش نتعامل معاها على اساس نوتات قداش لازمني نجيب، شنو لازمني نطلع، شنو لازمني نهبط، شنو مدروس باش نطيح. ملي السر هو انه تعمل جو على القرايه نتاع الاداب. فما افونتاج انه عندك برشا وقت، وقت اللي تتوجه دوزيام ليتر عندك 25 ساعه قرايه في الجمعه، في حين اللي يتوجه دوزيام سيونس يقرا اكثر من 32 ساعه. فلهنا عندك وقت باش تخدم اكثر على مهاراتك. وقت اللي تعمل جو على القرايه تولي كل ماتير تتعامل معاها بفضول، مثلا تاريخ وجغرافيا ما تتعاملش معاهم على اساس دي ستاتستيك، على اساس دروس لازم تحفظهم. ليه؟ انت ما عندكش زعما فضول باش تعرف شنو صار في الحرب العالميه الاولى، كيفاش تقلب العالم. كنت قبل نمشي نتفرج في فيديوهات كيما نتاع الدحيح، كيما دي دوكيومونتير، فدروس اللي نقرا فيها نولي مستوعبها، نولي اول حاجه فاهمها قبل ما نخمم كيفاش باش نحفظ وكيفاش باش نصب الدرس ديريكت في الدفوار. الحاجه الاخرى اللي لازم تتعلمها هي مهارات الكتابه. في الاخر باكليتر برشا تلامذة وأولياء نبداو نلومو في الإصلاح ولا نلومو في معايير الإصلاح، ديما نقولوا ظلمونا، ديما نقولوا راهو ما يعطيوش النوت في الباك. أما غير استيعابك للمعلومات اللازمة في الدرس هذاك، راهو لازم ديما تكون مستوعب شنوما المهارات المنهجية المطلوبة. مثلا تعلم كيفاش تكتب مقدمة بصحيح، كيفاش تكتب التعبير على الموقف، إبداء الرأي، كيفاش تدخل تكتب الإشكالية. التفاصيل هذه الكل وقت اللي بيجي قدام أي أستاذ في الإصلاح متاع الباك بيش يلقى المعايير صحيحة كما فهم المعايير اللي تحطها معناها الوزارة، وبيش يلقى أسلوب مقنع راهو بيش يعطيك النوت اللي أنت إن شاء الله تستحقها. الأسلوب زادة متاع الكتابة يتكون بشوية بشوية عند التلامذة متاع الليتر، فما تحاولش انه تتعامل معاها على اساس انه اعطاوني درس لازم نمشي نصبه في الامتحان وكهو. على هذاك التلامذه اللي يتميزوا في الليتر ديما تلقاهم التلامذه المغرومين بالقرايه، ديما تلقاهم التلامذه اللي طالعوا اكثر كتب، اللي يحاولوا باش يفهموا حاجات في التاريخ، يحاولوا باش يفهموا شنو هي السياسه في العالم، يحاولوا انه باش يكون الشعبه هذيا عندهم ليها غرام. ان شاء الله وقت اللي الحاجه هذيا نبداو نستوعبوها بشويه بشويه وناخذ وقتنا باش نبنيو الباز، انت سناك انك داخل باكليتر حاول انه باش تشوف شنو هي الاغلاط الكبيره اللي عندك، المشاكل تاع الفرنسي واللونجلي تتحل، التاريخ والجغرافيا اتعلم المنهجيه الصحيحه نتاعهم، وتعلم كيفاش تلخص وكيفاش تحفظ. مثلا وقت اللي نقرا عام الباك تفكر برشا يقراو معايا، يجي الدرس يقول هاني لخصته، وهو شنو عمل؟ عاود كتب الدرس جوست تبدل شويه في الالوان ونقص شويه كلمات، والا جوست هكاك واحد يبقى يعمل في ديفيش ويضيع برشا وقته في الحاجه هذه ما غير ما يفهم الدرس والا ما غير ما يحاول يبراتيكي. فحاول انت وقت اللي تلقى شابيتر انه باش تفهمه وبعد باش تبدا تطبق عليه تخدم دفوارات. وفما استيوس عاونتني برشا عمل باك اللي هي
كنت نطلع على الاصلاح نتاع الباك، معناها ونشوف في الاخر الدوله ولا الوزاره باش عشتهم. وقت اللي باش يطلبوا من الاساتذه باش يعطوني نوت على انه هو اساس باش يعطوني نوت، فلقيتك المعايير وتولي تخمم يعني شنو هي المعيار نتاع باش يعطيو الواحد مثلا في دوار فلسفه ولا عربيه اكثر من 14، فتحاول انت انه باش تطلع النيفو هذا. بالحق نتمنى انه شعبه الاداب تكون شعبه اللي ترجع فيها نسب نجاح قويه كما قبل، اللي هي الشعبه اللي قاعدين يتخرجوا منها برشا النخب نتاع البلاد، المحامين قاعدين يتخرجوا منها اساتذه، قاعدين يتخرجوا منها قضاة. فلازمنا نرجع المجد نتاع الشعبه هذه، لازم التلامذه كيف يمشيوا لها يبداو انجاجي وعاملين عليها جو. في فما زاد برشا فرص باش تعاونكم باش تتميزوا في الباك وتربحوا وقتكم، كيما مثلا الفرصه اللي توفرها منصه لسان اكاديمي اللي معناها جابوا مجموعه من الاساتذه اللي عندهم خبره كبيره في الباك ليتر، والاساتذه هذوما قدموا المحتوى اللي يستحقوا تلميذ باك ليتر، من تفسير لكل المحاور، من تطبيقات منهجية لمختلف أنواع الدروس، مختلف أنواع التمارين والامتحانات، وذي الكل موجود في منصة واحدة باش التلميذ متاع ليتر يركز على الصحيح، يركز على البراتيك وما يضيعش عام كامل وهو يقرأ في الدروس ويلخص فيهم. قدرة ربي نستنى نسبة نجاح مرتفعة في العام الجاي في الباك ليتر، عنا ثقة كبيرة في التلامذة متاع الليتر، وعنا ثقة أكبر في الأساتذة اللي قاعدين يقدموا في مجهود كبير باش الشعبة هذه ترجع كما كانت قبل. إن شاء الله بنجاح الناس الكل.